أحسن الله إليكم رسالة سائلة في النين من المدينة النبوية، لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال عن الدف بالنسبة للنساء في غير الأفراح. لما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح لأجل إعلان النكاح، رخص به للنساء من أجل إعلان النكاح، وأما في غير مناسبة الزواج فإنه لا يفعل في بقية الاحتفالات، إنما يفعل في حفلة الزواج لأجل إعلان النكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، في رواية: اضربوا عليه بالغربال. ما هو الدف؟